أبويكم معكم في الدرس الجديد والجزء الثاني من الدرس الخاص بالإنستغرام. رأينا في الدرس السابق كيف تقوم بخلق حساب إنستغرام، كيف تقوم بعمل شوتات إنستغرام من خلال حسابك الجديد، وأنت بخلال عملية شوتات تقوم بالاستفادة من فولوورز آخرين لحسابات أخرى، وذلك بمقابل مادي. لكن طبعا أنت تريد مع الوقت أن تخلق حساب خاص بك وتضيف إليه فولوورز، وذلك بغرض الاشتغال على تلك الأودينس أو بغرض بيع شوت أوت لصفحات أخرى. طبعا البداية تكون صعبة بعض الشيء، خاصة عندما تصطدم بحقيقة أن الإنستغرام لا يمنحك حرية إدخال المعلومات مثل الفيسبوك أو الصور عبر الحاسوب، لذلك يجب عليك الذهاب إلى الأبليكيشنز الخاصة بك في الهاتف. وإذا هناك بديل أيضا يمكنك استعماله هو بلو ستاكس، يمكنك من الدخول إلى حسابك الإنستغرام وإضافة كل ما تريد إليه من خلال الحاسوب. لكن هناك حل آخر أحسن وأسرع ويعطي نتائج أحسن، لكن هو بمقابل مادي، إلى موقع اسمه OnlyPolt. هذا OnlyPolt هو فعلا موقع جيد جدا، يقوم ب كما ترون هنا، يقوم إذن بعملية إدخال الصور والنشر عبر مواقع، عبر صفحات عديدة، كأنك تدخل من حسابك، من حسابك الخاص. هنا يعطيك مثال أن الموبايل الخاص بك تكسر ولا تستطيع إدخال معلومات، ثم طبعا تستطيع بعد ذلك إدخال المعلومات في كمبيوترك. طبعا هناك تقوم بإضافة الصور بكل بساطة والهاشتاجز، وفعلا يعطيك طريقة جيدة. أيضا يعطيك احتمال أو possibility أن تقوم بعمل تأجيل للمنشور، فأنت فعلا تقوم بعمل منشورات متعددة في ساعة واحدة، لا يأخذ منك الوقت الكثير. مثلا تقول أن هذا الصفحة سأعمل بنشر 10 منشورات في اليوم، 10 منشورات في اليوم، وتجعل النشر على رأس كل ساعتين أو كل ساعة. بعد ذلك خلاص انتهى شغلك اليومي في الانستغرام. بينما عبر الموبايل أنت تحتاج إلى 3 موبايلات إذا كنت تريد العمل على 3 حسابات، وتحتاج إلى فعلا مجهود يدوي طوال اليوم، تتذكر كل ساعة أن تعمل بابليكيشن، وهذا متعب. إذا هذه الخدمة هي مقابل ثمن بسيط، $10.50 في الشهر إذا كنت تريد 3 أكاونت، 7 أكاونت ب$17، 20 أكاونت ب$34، و40 أكاونت ب$55. طبعا ممكن أن يدخل أكثر من مانجر في هذه الحالة، أي أن أنت وفريق العمل أو أنت وصديقك هنا. وطبعا المنشورات غير محدودة، أناليتكس شيء مهم أيضا، اللايفز ممكن تقوم باللايفز من خلال الحاسوب، وهذا شيء جيد جدا، وأيضا ستوريز ممكن أن تقوم بإيديت ستوريز. فعلا هذا برنامج جيد جدا، برنامج أونلاين يعني. ثم إذا كنت تريد بوت أو روبوت خاص باللايكس، لا تريد قضاء طوال اليوم في عمل اللايكس والفولو والأنفولو، طبعا هذا فولو لايكر تشتريه مرة واحدة ب$97 أو $98 عفوا، ثم بعد ذلك تقوم بدفع $6 كل شهر. كان في الفيرشن القديمة كان $97 فقط، ويشتغل طوال اليوم. خاصيته أنه يمكنك من أن تقوم بحسابات عديدة. يعني أنصح أن تقوم بتشتري فيرسون الانليميتد اكونتس حتى إذا قفلت الحسابات الخاصة بك، إذا قمت بحسابات أخرى تقوم بوضع حسابات عديدة، لكن يطلب أن يكون الكمبيوتر شغال طول اليوم. كل ما طبعا يشتغل، لا يشتغل بالكلاود، يشتغل من خلال حاسوبك. إذا كان حاسوبك مشتغلا ف
فأين البرنامج يشتغل؟ إذا أغلقت الحاسوب فالبرنامج لا يشتغل، وهذه من عيوبه، لكن ميزته الثمن. إذا كان هناك نينجا جرام أو نينجا استاغرام قاموا بقفله، وقاموا بقفل مجموعة من المواقع. هذا أظن هذا من المواقع البرامج البسيطة القليلة التي بقيت. إذا ممكن أنصحك، يعني إذا كان لديك المال أو تشتغل أنت وصديق، أنصحكم يعني بأخذ البرنامجين بنترست وإنستغرام، لأن بنترست سأقوم بعمل فيديو على بنترست، سأشرح لكم طبعا طرق الاستفادة من البوتس وجمع اللايكس وبعض الأسرار التي لا يرفض بعض الأشخاص سمحهم الله أن يعملوا لها شير عبر، أنا لا ستنفع الجميع، لن تضر أحدا. طبعا هذا فولو لايكرز، ويمكنكم طبعا أن تبحثوا في جوجل انستغرام بوتس في جوجل، يعني عبر عن البرامج الأخرى. البرامج كل ما تقوم به هو أن تقوم بعمل لايك وفولو لأشخاص في لهم نفس الاهتمام. سأريكم مثال إذا لصفحة لحساب خاص بي، قمت بإنشائه منذ مدة قصيرة جدا. الصفحة تهتم بمجال الموسيقى، لكني في هذه الحالة قمت بعمل مثال لقوة الانستغرام. الانستغرام الآن حتى لو كانت صفحتك تهتم بمجال آخر، فأنت تستطيع نشر محتويات أخرى وجلب لايكات أيضا خارج دائرة اهتمام المتابعين الخاصين بك. كيف؟ مثلا أنا وضعت صورة للأيرون مان بكرش، صورة مضحكة طبعا، أيرون مان بيلي الكرش طبعا أيرون مان، وقمت بوضع هاشتاجات. الهاشتاج فيه ميزة كبيرة في الانستغرام حاليا، أنك تستطيع متابعة هاشتاج خاص. أنت لا تتابع صفحة ولكن تتابع هاشتاج، فكل شخص وضع منشور فيه هاشتاج أنت تتابعه يتمكن من رؤيته كأنه يرى صفحة، فهذا يزيد من احتمال من عدد الفولورز، وأيضا يزيد من احتمال رؤيته. وترون عدد اللايكات للصورة، يعني تقريبا 1 2 3 4 5 6 6، أظن ستة لايكات في ظرف كان في ظرف 20 دقيقة أو 15 دقيقة، بينما في الفيسبوك في مرات، يعني في حالات عديدة، أنت تحتاج إلى دفع المال الكثير من أجل الحصول على 4 لايكات أو 10 لايكات. إذن هذه قوة الانستغرام. إذا كنت تريد أيضا إنشاء حساب انستغرام وأنت مستعجل على النتائج وتريد متابعين، هناك شخص يبيع فولورز الانستغرام. هذا هو الموقع الذي اشتريت منه المتابعين، اشتريت منه متابعين، يعني 500 متابع. يعطيك ايضا متابعين فيسبوك او مشاهدات فيسبوك، يعطيك ايضا فيسبوك فانز، يعطيك فيسبوك فولو، تويتر فولورز، انستغرام طبعا. تقوم بمراسلتهم انستغرام باكج. اذا الانستغرام باكج تلاحظون انه هنا يعطيك مثلا 1000 ب$10، 500 ب$5. انا اشتريت فقط 500 ب$6 وقمت بالاشتغال عليه. من الاحسن شراء كمية صغيرة كل مرة على ان تشتري كمية كبيرة مرة واحدة. تأخذ كمية صغيرة وبعد ذلك تقوم بتعمل ديفلوبمنت للحساب الخاص بك، ثم بعد ذلك اذا وجدت ان هناك يعني لايكس قليلة تقوم بشراء 500 اخرى 1000 اخرين حتى يظهر حسابك انه حساب يعني عادي جدا. اذا حساب هذا الموقع قمت بالشراء منه، ف بشكل ما هو موثوق لاني قمت بالشراء منه منذ قليل، لكن كل الفولورز كان الادرس الخاص بهم او اسمائهم تركية.
فهذا هو الموقع. إذا أنا أعطيكم الموقع مباشرة، الدفعة بالباي بال طبعا، وخاص أيضا لم أجرب الفيسبوك أو يوتيوب فيورز، لكن يعني هذه الطرق. لم أخفي عليكم أي شيء، أعهدكم أمام الله أني لم أخفي عليكم أي شيء حول الانستغرام. هذه الطرق إذا كنت تريد الاستفادة من الانستغرام، وأنصحك أن تتجه إلى الانستغرام لأنه هو المستقبل إن شاء الله، في حين ظهور إلى حين ظهور طبعا وسيلة جديدة. إذا كان هذا كل شيء حول الشوت أوت في الانستغرام وخلق حسابات في الانستغرام. أتمنى أن تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا إذا كنت مهتم بتبدأ شوبيفاي بدون رأس مال، تابع الفيديو. وإذا كنت تريد معلومات خاصة على بنترست، سأقوم بوضع طبعا درس جديد إن شاء الله حول بنترست بعد أسبوع إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.